ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنكمل بقى مع بعض كده ايه الفيديوهات بتاعت التخليل. إيه هنخلل بقى دلوقتي الزيتون اللي هو التفاحي. بصوا انا غسلة طبعا، بس انا المية دي هقول لكم انا هعمل فيها ايه. نفس اللي عملته في الزيتون اللي هو العزيزي انا هشققه، بس انا عايزة اوريكم بقى في ناس بتشققه كده من الجنب، إيه زي ما انتم شايفين كده، بس انا مش بحب المنظر ده بصراحة، بيبقى مش لطيف يعني. وكده كده التفاح ده بيستوي بسرعة، فانا هشقاه ايه من فوق كده علامة اكس زي ما عملت في الزيتون العزيزي. مفيش اسهل من كده. وانا قلت لكم ليه انا حطيته في مية؟ عشان ما يسودش مني. الفتحات اللي انا بفتحها دي لما بتسود بيبقى شكلها مش حلو في البرطمان، وبتبقى بصراحة مش حلوة. تمام كده، يبقى احنا كده اتفقنا. وهو انا وريتكم برضو اللي عايز يشققه من الجناب مفيش مشكلة، بس انا بحب بصراحة التشقيقة اللي هي من فوق دي، علامة الاكس دي بتبقى شكلها احسن وانضف يعني في التخليل. لما تخلي لي حاجة لازم الحاجة يبقى شكلها حلو. تمام كده، يعني انا برضو عملت كذا واحدة عشان تشوفوها بالشكل ده. التخليل اللي هو بتاع الزيتون التفاحي ده بيقعد معاكي 20 يوم، نفتح عليه بعد 20 يوم مش قبل كده، عشان لو فتحنا عليه قبل كده هيبوظ معانا. بعد 20 يوم او شهر نفتح عليه مفيش اي مشكلة. تمام، هو كده كده بيستوي معانا بسرعة، فممكن بعد شهر يستحسن خليكي بعد شهر، ما جاتش على 10 ايام دول وافتحي عليه، مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص. اهو خلاص كده بقى انا ايه هفتح بقى الكمية اللي معايا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، مخليه في المية اهو. بصوا لسه في المية. وده بقى الطبق، طبعا انا ما غسلتوش مكان التخليل بتاع الزيتون اللي هو العزيزي. هصفي بقى الزيتون دوت اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لو في حاجة بايظة ولا حاجة يستحسن ان انا ما احطهاش مع الزيتون، ارميها على طول. اصفيها بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده، تعالوا بقى نحط الخلطة اللي معانا. ده كده جزر مبشور على فلفل احمر على حبة البركة وحبة عصفر اهو بالشكل ده. الخلطة دي انا طريقتها في الزيتون العزيزي، انا هحط لكم برضو اللينك بتاع الزيتون العزيزي عشان تشوفوه. تمام كده، هقلب بقى كويس الكمية اللي انا حطيتها دي على الزيتون وهقلبها. ان شاء الله هتعملي الخطوات اللي انا عملتها دي وهتنجح معاكي جدا ويبقى حلو جدا. يلا بقى تشجعي كده وروحي هاتي الزيتون قبل ما يخلص واشتغلي كده واعمليه عشان يبقى حلو عندك في البيت، وحاجة انت عاملاها وفي البيت ومضمونة ونظيفة. فهاتي كده بقى وتشجعي وقومي اعملي كده انت والولاد وساعدوا بعض، ان شاء الله هيبقى حلو جدا معاكي. اهو خلاص كده هجيب بقى البرطمان، ويفضل لو في برطمان ازاز يبقى احسن، بس انا ما عنديش برطمان ازاز فعملت في البلاستيك. هحط بقى كده شوية من الخلطة وبعد كده اضيف عليها زيتون اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا ما شاء الله، يفتح النفس بجد. الناس اللي بتكسل تخلل في البيت ما تكسليش، هاتي حاجتك واعمليها بنفسك لولادك، انضف ياكلوا حاجات مضمونة في البيت وحاجات نظيفة، بدل اللي احنا بنشتريها من بره بنبقى مش عارفين هي اتعملت ازاي. ايه ومفيش عيب ان احنا لما نجرب الحاجة لو باظت مننا مش مشكلة نجيب ونجرب تاني، مش عيب ان احنا نتعلم، مفيش حد بيتعلم من اول مرة. تمام، وحطيت بقى شوية كده من الفلفل. الفلفل ده زي ما قلت لكم اختياري مش اجباري، يعني اللي عايز يحط يحطه، مش عايز براحته، بس انا بشوف ان هو بيبقى اساس في التخليل يعني بيبقى حلو، وكلنا بنحب الفلفل المخلل يعني مش وحش. نحط بقى طبعا فلفل تاني اهو بالشكل ده. واظبط كده، ولازم لما اجي اعمل البرطمان لازم اخلي ما يدخلش فيه هوا، فاضغط بقى على ايه الكمية اللي انا حطوها. هوريكم برضو ازاي. بصوا اهي انا بضغط كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده،
اضغط جامد عشان اخلي الهوا كله يخرج اللي في البرطمان. خلاص كده اهو، احط فلفل بقى، رأيكم تحفة. انا بقى عصرة كمية حلوة من الليمون زي ما انتوا شايفين كده اهو، اللي في البولة الازاز دي هحط 3 كبشات من الليمون، دول يعادل مثلا كوباية كبيرة، ان هي 300 جرام دي. وهجيب بقى مية، المية دي مية مغلية، وانا حط عليها معلقة كركم، وحط عليها ملح، وحط شوية خل. لازم نغلي المية يا جماعة، عشان لو ما غليناش المية هتعمل عفونة فوق الوش بتاع البرطمان، العفونة اللي هي البيضة دي، ويبقى مش حلو، يبوظ معايا المخلل اللي انا خللته، او الزيتون او الليمون، اي حاجة انا خللتها وضفت لها مية لازم اكون غالية المية قبلها واسيبها تبرد عشان ما تعملش عفونة على الوش. الله يبارك لكم، خلي بالكم من النقطة دي. هجيب بقى شوية من الخلطة كده احطها على الوش عشان تخلي لونه حلو اهو بالشكل ده. هجيب بقى الليمون ان انا عصراه، القشر بتاعه اهو ده، وارصه كده ايه على الوش عشان ما يدخلش هوا في قلب البرطمان. الافضل ان انا مرميش القشر ده واحطه على الوش زي ما انتوا شايفين كده. باخد الكمية اللي انا عايزاها والباقي بقى برميه، مش مشكلة يعني. وممكن ما ترموهوش، ممكن بقى تستخدميه مثلا تحطيه في الفريزر. احط طبعا الاول، معلش سوري، احط شوية زيت وبعد كده هكمل لكم. انا حطيت شوية زيت زيتون، ولو ما فيش زيت زيتون حط زيت عادي، بس يستحسن زيت الزيتون افضل يعني. وهجيب بقى كده كيس او استريتش راب اللي عندك، وغطي بيه كده وضيفي، وبعد كده بقى اقفل الغطا. الكيس دوت بيمنع دخول الهواء، وبرده قشر الليمون بيمنع دخول الهواء، فالواحد لازم يأمن كده كويس. بصوا بقى شكله عامل ازاي، جميل جدا ما شاء الله. هنعمل بقى واحد تاني. بقول لكم بقى، طبعا انتوا شفتوا الاولاني انا عملته ازاي. قشر الليمون ممكن ما نرموش، نخليه في برطمان او في علبة عندك في الفريزر، وطلعي طبعا استخدمي منه لما تيجي تغسلي الفراخ او تنقعيها، حطي من قشر الليمون دوت انت بتغسلي الفراخ، فحلو برضو وتستفادي منه ما ترموش. انا بقى طبعا هحط كمية زي ما انتوا شايفين كده اهو. جربي بس الطريقة اللي بقولك عليها دي بتاعت الزيتون دي، هتعجبك جدا، لان في ناس بتنقعه وبيقعدوا يومين يغيروا في ميته، فلا انا بعمله بالطريقة دي، ولا بنقعه ولا بغير في ميته، انا بجيبه كده من غير نقع ولا اي حاجة، بغسله. الخطوة بس اللي بعملها زي ما قلت لكم، لما بفتحه بحطه في مية عشان ما يسودش معايا. تمام، هضيف بقى زي ما انتوا شايفين كده الفلفل، وهضيف بقية الزيتون، وزي ما قلت لكم لو في برطمان ازاز يفضل احسن من البلاستيك، بس انا بصراحة ما عنديش ازاز، فانا ايه حطيته في بلاستيك. حطيت بقى شوية كده من الخلطة كده في البرطمان زي ما انتوا شايفين، بيفرق طبعا في الطعم وفي اللون. والجزر ده على فكرة يا جماعة اللي انا حطه ده اختياري يعني، لو ما فيش حد عايز، لو في حق لو ما فيش حد عايز يضيف الجزر، ما فيش اي مشكلة خالص، ممكن ان انت ما تضيفوش. واضغط بقى كده زي ما قلت لكم عشان اطلع الهواء. انا بقى بحط كده الفلفل، وهحط اهو عصير الليمون زي ما انتوا شايفين كده، حط بقى بدوت 4 كبشات عشان خلاص انا قربت خلاص الكميه اللي معايا، فحطيت 4. وادي بقى الميه اللي قلت لكم عليها، لازم طبعا الميه اللي انا حطاها تغطي ايه الزيتون اللي معايا عشان يستوي كله ويبقى حلو الطريقه دي اهو. احط بقى كده شويه من الخلطه على الوش زي ما انتوا شايفين كده، واروح جايبه بقى الليمون ان انا عصراه احطه على الوش القشر بتاعه،
بس كل حاجة بنعملها بنستفيد منها. يعني قشر الليمون ده ما نرموش عشان ادينا استفدنا منه وحطيناه على الوش. اكمل بقى شوية من المية كده عشان اغطي ايه التخليل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى زيت زيتون اهو. خطوة الزيت دي برضو حلوة جدا عشان تحافظ على الزيتون اللي معايا وما تعملش طبق كده. واهو الكيس وابتدي بقى اغطي بالشكل ده. ده بقى زي ما قلت لك كده بعد 30 يوم تفتح عليه بيبقى زي الفل واستوى وحلو جدا. بص شكله بسم الله ما شاء الله هو حلو قوي. اخلص بقى الكمية اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. بس ما خدش وقت معانا والله خالص. وممكن انت بقى حد يساعدك مثلا لو اختك جارتك تجيبوا انتوا كده والجيران كده وتقعدوا تعملوا مع بعض بيبقى حلو جدا. واللمة بتبقى حلوة في الحاجات اللي زي كده. يعني ممكن تتشجعي كده وتقوم انت وجارتك كده تروحوا تجيبوا زيتون وتقعدوا تخللوه مع بعض ايد على ايد بتساعد وبتخلصوا بسرعة ما بياخدش وقت وبتبقى فرحة ليكوا وللأولاد لما بيكون في حاجة فيها لمة كده بتبقى حلوة جدا. وطبعا ممكن تخلي الولاد يعصروا لكم ليمون لان الليمون بجد عصيره متعب جدا. عايزة اقول لكم ان انا صباعي ورم من عصر الليمون بس الحمد لله يعني خلص على خير وانا ارتحت لما عملته وخلصته. وفي نفس الوقت الواحد لما بيخلص حاجة بيفرح جدا وبيحس ان هو عمل حاجة. اهو بقى بالشكل ده خلاص كده. لازم طبعا اغطيه بالمية. انا خلاص بقى كده خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا وامسح بقى البرطمان كده عشان يبقى شكله نضيف وحلو عشان طبعا لو حاجة وقعت عليه من التخليل بتاعنا اهو. امسحه كده ونضفه كويس بحتة مبلولة كده خلاص كده. بصوا بقى ده الزيتون بقى البايظ اهو ما حطوهوش. بصوا انا بقى قصدي على الفتحات دي لما بتسيبيها كده بيسود فلازم اضيفه في ميه. انا حبيت بس اوريها لكم. البايظه بقى كده ارميها ما خليهاش. تمام كده بقى خلاص هكون خلصت الفيديو معاكم. وده شكله في النهايه. بصوا شكله عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا. ان شاء الله تجربوه تقولوا رايكم ايه في التعليقات. ولو حد عايز يسال على اي حاجه في التعليقات يقول لي وانا هرد عليه فورا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة. واسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.